خير. يوم الثلاثاء 9 كانون الثاني يناير، يوم القمر مرافقنا من برج هوائي برج الميزان، والاجواء بعدها جيده وحلوه للابراج الهوائيه الميزان الجوزاء وكذلك الدلو. يلي نهاره جيد يستفيد منها نهار، بكره الاجواء مختلفه كليا للجميع. البدايه مع برج الحمل، بالنسبه لك اليوم مولود برج الحمل نهار متقلب، نهار معقول يكون حتى عاصف فلكيا، فكون حذر، حاول تبعد عن المشاكل، حاول انه ما يصير في عندك ما تخسر ثقة أحد الأشخاص أو يصير في عندك خلاف مع أحد الأشخاص اللي بهمك أمرهم. الجو متوتر لا سيما عند مواليد 23 ل 25 آذار مارس 14 15 نيسان أبريل. بنتقل لبرج الثور. اليوم أحسن من بكرة، مولود برج الثور، إذا بدك تخلص شغلك خلصه اليوم، الأجواء نوعاً ما منها هالقد مرتاحة بالنسبة لإلك بهالثلاث أيام، لكن اليوم بضلوا نسبياً أفضل من بكرة، فحاول اليوم تشتغل شوي عن بكرة خاصة إذا عندك مسألة معقدة ما تتركها لبكره. الأكثر حظا 22 23 24 نيسان أبريل، وبدي أضيف عليهم 19 و11 أيار مايو. بكمل مع برج الجوزاء. نهار حلو لمولود برج الجوزاء، وبعتبره اليوم هو آخر يوم ممتاز بين هلالين بهالأسبوع، يعني امبارح واليوم هن الأفضل بكل أيام هالأسبوع، بعدين بدك تتكل على شغلك، على وقتك، على تنظيمك وعلى تركيزك. اليوم الأمور مسهلة، من المستحسن المسألة الصعبة لهالأسبوع تشتغل عليها اليوم ما تتأخر. 15-16 حزيران يونيو أنت الأوفر حظا. كمل مع برج السرطان. بالنسبة لبرج السرطان الجو معقول يكون شوي مكركب عندك، مشاعرك هي المكركبة، منك مرتاح كتير، حساس زيادة عن اللزوم، أنت بحاجة اليوم إلى جرعة كبيرة من الحنان والاهتمام، يمكن لأنه في عندك ظرف عائلي أو شخصي هو اللي نوعا ما عم بيأثر عليك، أو يمكن أنت حاطط حالك مغرق حالك بدوامة من أمور منا موجودة إلا بمخيلتك. بعض المزاجية اليوم بتسبب لك تعب، لا سيما مولود 23 24 و25 حزيران يونيو. كمل مع برج الأسد. بالنسبة لبرج الأسد انهار سريع الإيقاع، وهذا شيء كتير حلو بناسبك. اليوم مولود برج الأسد بيطلع بإيدك شغل كتير، وأنت من الأشخاص السريعين النشيطين القادرين اللي قادرين أنه يشتغلوا من كل قلبهم ويعطوا من كل قلبهم وياخذوا نتائج ممتازة، خاصة الأمور يلي لازم تعبر فيها، تكتب فيها، تصرح فيها، لأنه يبدو أنه في مين رح يسمعك. 11 12 13 17 18 اب اغسطس الاكثر حظا. كمل مع برج العذراء. بالنسبه لبرج العذراء نهار معقوله يحمل خبريه حلوه، بتربح فيها، بتنبسط فيها، بتحس حالك انه انت تفوقت فيها، او بتحس انه ردوا لك اعتبارك. من الايام الحلوه يلي في كمان احتمال انه انت تساعد حدا عزيز عليك بحاجة لمساعدة، وانت اليوم كريم شوي زيادة عن اللزوم. 25 26 27 اب اغسطس بالاضافة 10 11 ايلول سبتمبر الاكثر حظا. بنتقل لبرج الميزان. حضر حالك مولود برج الميزان لطي صفحة من المسائل العائلية او الشخصية يلي كانت زعجتك، وانت طالع بالك انك تشقلبها شوي، تعدلها شوي، طريقة تعاملك، اسلوبك، أسلوب التعامل مع وضع معين عائلي أو شخصي أنت اليوم قادر أنك تغيره على ذوقك. وأصلا ها هي الفكرة، لما القمر بيكون ببرجنا نعمل شيء جديد نرتاح له ونأسس على نأسس لمستقبل أفضل، فبالتالي بانتظارك صفحة كتير حلوة عائلي أو شخصية أنت بتقدر تحط خطوطها العريضة. 11 12 و13 أكتوبر الأكثر حظا. بنتقل لبرج العقرب. بعده الجو بيقول لك انطر، بعده الضوء احمر بالنسبه لك، وبالتالي من المستحسن انه ما يكون في عندك يعني قرار او خيار نهائي وحاسم. دائما دائما خلي خط الرجعه مفتوح، لانه احتمال انه اي مساله بتاخذ قرارها اليوم او بتقرر شيء اتجاهها معقولة تندم. الجو اليوم ما لازم توثق فيه، اشتغل بأمور كتير بسيطة وهينة وما تجرب شي جديد. كون حذر جدا مولود 10 11 12 و13 نوفمبر تشرين الثاني. بنتقل لبرج القوس. اليوم مولود برج القوس بحس حاله انه مبسوط، مبسوط وين ما كان،
وين ما كنت، بالشغل، ما عم تعمل شيء، مرتاح، فاكيشن، قاعد بالبيت، عم تشتغلوا بالبيت، حتى إذا عاطل عن العمل اليوم عندك تفاؤل، هذا التفاؤل رح بيوصلك لنتيجة حلوة. لكن لازم تعرف إنه اليوم أفضل من اليومين المقبلين. المسائل المهمة اللي بدك تشتغلها الأسبوع يا بتشتغلها اليوم يا إما بتنطر لجمعة سبت والأحد، هذه نصيحة الفلكية لإلك. الأكثر حظاً 9، 10، 11 و12 ديسمبر. كمل مع برج الجدي. بالنسبة لبرج الجدي، انطلاقة لشيء جديد مهني، معقول تكون انت عم تشتغل عليه، بهمك امره، او يمكن ينطلب منك، كانت مسألة مهنية او اجتماعية تكون تحت الاضواء، ومطلوب منك انك تكون فعلا عم بتطل باحلى حلة. هذا شيء كتير مهم اليوم. التأثيرات الفلكية صحيح فيها شوية قلق، فيها شوية خوف او رهبه، لكن الجو مهم جدا، خاصه اذا انت تبحث عن شيء جديد. بعض مواليد برج الجدي يمكن عندهم قلق تجاه احد الوالدين، كن حذر جدا. 24 ل 26 ديسمبر. كمل مع برج الدلو. مولود برج الدلو اليوم هو افضل من الايام اللي جايه، خاصه افضل من بكره، وبالتالي اليوم نهار مناسب لحتى انت تصلح غلطه، تتراجع عنها او تعتذر. كرامتك بتضل بمحلها، ما حدا بيضايقك، ما بتحس حالك انه ناقص شيء من كرامتك او كبريائك. نهار كتير حلو لتروج لفكره، لكن لازم تعرف اي مساله بتشتغل عليها حاول انه اليوم تنتهي، اليوم تختمها، يعني اليوم اثبتها. الاكثر حظا 7 8 9 شباط فبراير. كمل مع برج الحوت. بالنسبه لبرج الحوت، تابع مسالتك، معلش بدها شويه طول بال اليوم وبكره رح بتشوف انه بتاخذ النتيجه. يعني صحيح تعبان وصحيح يمكن مش شايف نتيجه نهائيه، لكن بقول لك انه بكره رح تكون كثير كثير مبسوط، وبالك رح بيكون مطمن. بتابع الامور شخصيا. والاكثر حظا 8 9 10 اذار مارس. بختم مع مولود اليوم. بانتظار مولود اليوم سنه مهمه جدا، لانه يبدو وكانه في بادره لتغيير بموقعك الاجتماعي أو بموقعك المهني. يبدو وكأنه يمكن ارتباط مهني، ارتباط عائلي، أو حتى في احتمال أنه يكون في عندك انتقال من موقع إلى آخر في مكان الشغل. كانون الثاني يناير، أيار مايو، سبتمبر هن أفضل الأشهر. إلى اللقاء بكرة أبراج جديدة. باي باي. شكرا كارمن على بداية عالم الصباح مثل العادة مع تطمينات على كل الحظوظ لكل الأبراج. قبل ما ننتقل لمحطتنا التالية اللي رح بتكون مع هادية ضمن فقرة على الموضة، بدي أذكركم مشاهدينا التواصل مع عالم الصباح دائما مستمر. أي شيء حابين تبعتوا لنا إياه، أسئلة أو اقتراحات، كل وسائل التواصل هي بتصرفكم. وبرجع دائما بذكر برقمنا يلي فيكم تبعتوا خلاله على تطبيق الواتساب. رح ناخذ بريك ونرجع نتابع.